انا عملت ايه 10 سنين ازاي؟ يعني ازاي 10 سنين مشدد؟ حكمت المحكمة غيابية بمعاقبة حنين حسام عبد القادر محمد عبد الجليل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبتغريمها 200,000 جنيه لما نسب إليها. أنا عملت وكالة على لايكي، الوكالة دي أنا خلاص مسكت ورقها ومسكت إدارتها. قوي يا حنين، طب ايه مواصفات البنات اللي انت عايزاهم؟ اول حاجه ما يقلوش عن 18 سنه، يكون شكلهم كبير شويه، المفروض ان حضرتك مذيعه في ابلكيشن. تاني حاجه ان انت بس تكون عندك نت كويس، عندك اضاءه كويس، انا مش هحتاج منك اكتر من كده. نتك على زراير الهدايا اللي انتوا شايفينها دي من الجنب وارسل لها هدايا، اختار الهدية اللي انا عاوز ارسلها لها. وطبعا في هدايا مجانية وفي هدايا انا بشتريها وبتك على كلمة ارسال بتوصل لها الهدية. وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الاعمى للربح للشركات القائمة عليها يحكمها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة.